كما أعرب وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي عن تقدير مصر الكبير للرئاسة الموريتانية الحالية للاتحاد الإفريقي وإدارتها المتوازنة للموضوعات المختلفة داخل أروقة الاتحاد، مشددا على دعم مصر لموريتانيا في هذا الصدد. جاء ذلك خلال لقائه مع وزير خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوق على هامش الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي. وقال المتحدث باسم الخارجية سفير أحمد أبو زيد إن الجانبين استعرضا مختلف أوجه التعاون الثنائي، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. بدوره ثمن وزير الخارجية الموريتانية الدعم المصري لبلاده في رئاسة الاتحاد الإفريقي، مؤكدا حرصه الشديد على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي مع مصر.